المنتج وليد منصور بيعيش حالة من النشاط الفني، حالياً شغال على أكتر من سنجل لعدد كبير من نجوم الغناء زي سميرة سعيد ووائل جسار، ده غير تحضيره لفيلم الكهف اللي بيضم عدد كبير من النجوم وهيتم استكمال تصويره بالمغرب. كاميرا لايت شو قابلت وليد منصور وكلمنا أكتر عن تفاصيل أعماله الفترة اللي جاية. أهل الكهف من الأعمال الضخمة اللي بيتم التجهيز ليها حالياً، خاصة أنه بيضم مجموعة كبيرة من النجوم أبرزهم محمود حميدة وخالد النبوي ومصطفى فهمي وغادة عادل وغيرهم. كاميرا لايت شو التقت بمنتج العمل وليد منصور واللي اتكلم عن العمل وتفاصيله ومراحل الإعداد ليه. حاولنا أن يبقى كل التفاصيل بتاعة الفيلم ده تطلع متراجعة 200% عشان نبقى في حتة ان احنا بنعرض زمان، احنا الفيلم بيبتدي سنة 250 وبعد كده بيزيد 309 سنة، فانت بتبقى 509 تقريبا، ف 520 او حاجة و30، فكل الازمنة دي الناس ما شفتهاش، جديدة علينا، احنا كنا بنشوفها في الافلام الاجنبي في جلادياتور وفي بريف هارد وفي الحاجات دي، فاحنا ان نعمل ده كفيلم مصري انا كان بالنسبه لي التحدي ان انا عايز ابقى مختلف شويه عن الافلام اللي نازله، لان كل الافلام اللي نازله افلام كبيره بس كلها يا اما كوميدي يا اما اكشن. كمان وليد اتكلم عن تجربه فيلم كوزمو واللي بيجهز لها الفتره اللي جايه. اقرب تجربه داخلها الفتره الجايه في خلال شهر من دلوقتي بنحض الله هي اسمها كوزمو، هي بطوله يعني هي تاليف هشام هلال واخراج احمد خالد موسى إن شاء الله. وليد كشف عن سبب توقف المشروعات الفنية اللي كان بيجهز لها مع شيرين ومحمد حمائي. شيرين كان بالعكس كان الورق عجبها جدا يعني جرينا، بس برضو الظروف أوفرول وشيرين كانت محتاجة تشتغل كتير على اللوك بتاعها وتشتغل على عليها هي، لأن هو فيلم غنائي استعراضي نفس القصة حمائي. حمائي احنا حاطين ايدينا وكتبنا السكريبت بقالنا يمكن سنتين أو سنة ونص، بس أوفرول برضو للظروف العامة، وحمائي بيكي جدا يعني بيحاول، بس يعني هو مشروع قائم، في أي وقت حمائي يقول لي تعالى يلا نخش هقول له يلا نخش، لأن هو لا بالعكس أنا شايف إن حمائي أكتر حد عايز يدوس يعني. ومن الأعمال اللي قدمها مؤخرا كان ألبوم روبي حتة تانية واللي اتكلم عنه عن مشروعاته اللي هيقدمها الفترة اللي جاية. وإحنا شغالين الألبوم اختلفنا كتير جدا في وجهات النظر، ان انا ليا شكل كوميرشال جدا، هي كانت عايزه في الاخر كل الخناق اللي كان ما بيننا لما غنيت هي وحطت صوتها وسمعت والناس سمعت عرفت ان انا كنت بتكلم في مصلحتها مش في مصلحتي، في لكن مش انا اللي هغني يعني في الاخر. احنا متعاقدين على فوازير ليها لرمضان اللي جاي، والفتره الجايه برضو في تعاقد كده جديد لبرنامج تاني ان شاء الله ومفاجاه للجمهور المصري. شغال دلوقتي بقى على سنجلز كتير مع نجوم كتير، يعني الناس هتتفاجئ الفترة الجاية، هتلاقي حاجة مع وائل جسار، وهتلاقي مع سميرة زعيد، وهتلاقي مع عمر كمال، وهتلاقي مع محمد عباس، هتلاقي في بنت جديدة بنتج لها برضو من المغرب اسمها إكرام، أنا عامل لها ميني ألبوم، هتكون مفاجأة للسوق كله.